الفريق الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية بالبطولة، فريق النادي الأهلي المصري. ويتقدم لتسليم الجائزة السيد منصور أريموه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. Running in the first place and the gold medal team, الأهلي from Egypt. الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسم في القلوب بحروف هتلاقيها عالحيطان، تحكي عن الروح اللي هو سرها، ريحة بلدها تشمها هنا في المكان. الأهلي فيها في حلوها وفي مرها، كل شارع في الوطن، كل حارة وكل حي، كل خطوة بتحكي عن مجد ملهوش تاني زي. الأهلي مبهور في الهتاف قاعد سعاد فرقهم هزنا علشان خلاص عزت الاقي، والاكيد ان احنا حنروح كلنا. وانت يا اهلي اللي باقي. جاءت اللحظه المنتظره لرفع كاس البطوله، فليتفضل السيد منصور أريموه رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، والسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالتقدم لتسليم كأس البطولة. And now the moment we all have been waiting for, final cup coronation, which goes to team الأهلي from Egypt. May Mr. Mansour Arimo, Mr. Amri Farouk and Mr. Hisham Nasr step forward to give away the final cup of the winning team. I've made a few.
broken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all.